وقعت بالأعذار والباقي في الأقدار، تعبت بالأعذار والباقي في الأقدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدا التحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار، والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار، ويا بعيد يا بعيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار في الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا النجم سيار، وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار. يا زمن ترفع الواطي وتنزل العالي، تعال يا ناصر تعال يا ابو سالم، وشوف شوف البلاد كيف صارت، الوحدة تفرقت والارض انهجرت، الطمع الطمع صار سيد يحكم الفقير قبل الغني، الطمع يا خسارة يا ناصر صار مرض الكل الكل يا ناصر، والأولاد الأولاد تفرق لا الأرض بعدتهم ولا هم استفادوا منها. يا زمن خسارة خسارة، بعد صوتك يا ناصر بعد صوتك في إذني يسرع عمل، يسرع عمل انك بترجع، لكن الامل كبر وانا بعد كبرت كبر حضني، لكن الاولاد الاولاد بقوا صغار وسع عليهم حضني بعد ما صغرتهم اعمالهم. صوتك يا ناصر صوتك صوتك يا ناصر. اسمعوا يا أولاد، لا أنا ولا أمكم ولا غيري يقدر يحافظ عليكم أكثر من الله سبحانه وتعالى، هو اللي عارف الكون وهو اللي عارف من يعيش فينا ومن يموت. أيه، بدل ما جالس ماسك الصغيرين وتخبرهم عن اللي يعيش ويموت، كيف الله السامعين، شوف لك ود الحلال صرفه في الأرض. خروجي من هنا يا أولاد علشانكم انتم، نعم علشانكم انتم. تبى الصراحة أنا ما شايفة أي سبب ولا أي حل يخليك أنت تسافر. كيف يا عزة ما شايفة أي سبب؟ يا عزة سبب خروجي أنا علشانكم انتم، علشان المعيشة، علشان الأرض اللي احنا فيها. بس ليش يا ناصر ليش يا ود الحلال؟ بدل ما تسأليني ليش؟ سألي الأرض هي اللي بتجاوبش. يا ود الحلال اسمعني اسمعني، وانت اللي جاوبني، هالصغيرين
هالمساكين بتعقهم على من بيرعاهم؟ انا وحدي ما اقدر اود الحلال، وبعدين الارض من بيعيشنا منها؟ من خبرني من؟ اللي خلقها يا عزة هو قادر عليها، قادر على الارض وقادر علينا احنا. زين انا اقول يعني اذا انت تعبت من الارض، ها خير البحر موجود والحمد لله والرزق متوفر. تكلمي يا روح الروح، تكلمي يا روح الروح، ترى العقل طار وجن. تكلمي ترى النهار نار وانطوى، تكلمي شكواش، شكواش، تكلمي شكواش لمن؟ لا إله إلا الله. اللهم لا إله إلا أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. الله أكبر. إنزين، وهذا الملك عنده بنت وحيدة مسكين، ويمهم هناك ساحرة. قوم لك دي الساحرة وتسحر البنت، قلبتها حمامة
قامت الحمامة تفرفر تفرفر في القصر لين طلعت برا القصر، قامت تحوم تحوم لين وصلت في الصحراء. يجيك منك واحد عابر سبيل مسكين يوعان وتعبان مغيب طريقه، شاف الحمامة هذه قال هي هذه اليوم أكلي أنا، بتغدابها ولا بتعشابها؟ توه يحطها متفاية مع سكين، يحط عليها السكين انقلبت البنت أميرة. تفاجأ الجمال كيف كذا؟ عاد البنية خبرتها بالسالفة، قالت لنا كنت مسحورة ومقلبة حمامة لكني ما كنت قادرة أتكلم، لكن خلى بدلك ديارنا وتمشي ويمشي وراها وتمشي لين شافوها الحراس بالبعيد، قالوا هاي الأميرة لقيناها ومتفاية أبوها مسكين مرة ضحيت إن هي ضاعت عليه. انزين يوم طلع الأمير وشاف بنت الأميرة جاية ومعاها الرجال الغريب عرف السالفة، قال عقب بنتي حال بنتي ما دام رديت لي عافيتي ورديت لي بنتي عقب، بس أنا بزوجت بنتي وتزوجها ويا أولادي أنا عاد جيت عنهم يلا وناموا انتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. خير. بكره نتلاقى بكره ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقى صباح منصور يجينا بكره عصر. زين معلم حميد حياكم الله. حياكم الله. لا اله الا الله. ناصر. نعم. نعم عيد شد خاطرك. احسنت. تعتقد يا اخوي. نعم. ان سفرك من البلاد بيسوي شيء. رفع عليك يا عيد. كيف ما بيسوي شيء الله هداك؟ على الاقل للرزق وباب الله مفتوح طال عمرك. يا اخوي يا ناصر الرزق موجود بس انت اصبر. يا عيد انا لي متى اصبر؟ خبر صبرت. الارض نشفت ويبست والحال تغير ما مثل الاول، الامور كلها تغيرت يا اخوي. يا اخوي يا ناصر الخير موجود، الخير موجود وانت الناس كلهم يحبونك. صحيح الناس كلهم يحبوني لكن هذه الدنيا تغيرت، تسفل العالي وتعلو بمن سفل. يا عيد يا ناصر يا ناصر يا ابو سالم هذه سنة الحياة، يوم لك ويوم عليك. نعم يوم لي ويوم علي، لكن الحين لا، ناصر الاولي ولا تحيده، الناس اللي تحترمه وكلها تحبه وتقدره والناس تحسب له الف حساب. ما هو واليوم ايش اليوم؟ عرفت قصدك، اليوم لغيرك. نعم اليوم لغيري، لكن بعدني اقول لك اصبر يا اخوي اصبر، وهذه سنه الحياه. يلا على الله ان شاء الله. يلا برخصتك الحين. الله يحفظك. خلاص يا معلم. تامر بشيء؟ احسنت اخوي. احسنت يا عيد. نلتقي باكر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله سلم على الصغيرين. يبلغ السلام. حياك الله. خير. مع السلامه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. يا الله الله هداش يا عز، حد يسكر الباب في هذا الوقت؟ يا ود الحلال ما دام انه ثانوي عايش على وجه الارض الديار ما امنه. لا حول ولا قوه. ولكنك انت ليش تاخرت؟ انا بعد ما طلعت من المسجد جلست انا وعيد بن حارة شويه عندنا شويه كلام كذا. اي وعاد سالفه كثير سالفه. يلا تتعشيتوا ولا بعدكم؟ ود الحلال حرصناك ويوم شفناك تاخرت تتعشينا والاولاد رقدوا.
وليش ناموا من الوقت؟ هذا بوين يقوموا من الصبح يودعوك. الله يبارك فيهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يلا عزة أنا ما بتأخر. على هيك؟ طالع شوية وراجع. رايح عند أخوك سالمين. وتو؟ يا بنت الحلال أنت تعرفي سالمين هذا. رجال رغاي ويحب يعاتب كثير، أحسن الواحد يصير لو يجلس معاه ويسولف معاه ويودع مرة واحدة. زين ود الحلال عيب لا تتأخر. لا أنا ما بتأخر. بس قبل أسير عند أخوك. ببدل بلاسي هذه متوسخة شوية. زين يلا قدامك الرحمن. محبوب اعطني حبة تقول الله يخليك. اطلع برا اطلع برا اطلع محبوب حبة اطلع برا اطلع برا لا تسد النت على المكان. حبة واحدة بس الله يخليك. مو قالوا لك نحن نفرقنا؟ هاتني انا عاد شردو من المكان مو هذا. اه محبوب مو يبغى ثانوي مو يبغى يبغى الاولى. زين اعطيه الاولى وخليه يطفر من هنا. اقول لك خلك عطني عطني يلا انا عندي اعطيه 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 يلا لا يتامر بعده يلا روح يلا روح بعد تبغى. لا اله الا الله. مساكم الله بالخير يا جماعه. الله بخير النور. كيف حالك يا ابو سالم؟ حي الله كيف صحتك؟ الحمد لله بخير وعافيه. الله يطول عمرك. حياك الله محبوب. يعطيكم الصحه. جيب قهوه ولا خبرت؟ جيب شاي حق ابو سالم. تفضل تفضل ابو سالم تفضل ابو سالم. كيف حالكم يا جماعه خير؟ حي الله ابو سالم حي الله ابو سالم. قدومك والله على هذا المقهى خير وبركه. بارك الله فيك يا محبوب وكثر الله خيرك. اه كنت ابغى اجيب لك شاي قهوه ولا كما العاده. اللي موجود يا محبوب جيبه وخلص. ها يا ابو سالم ما يصير كذا. كيف اللي موجود جيبه يا ابو سالم؟ محبوب يشوف اشياء واجده والمفروض انك انت تعين الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله يا سالمين الله هداك. انا غلط واسمح لي. انت الحين رضيت؟ لا 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 يا ابو سالم لا. انت ايش قاعد تسوي؟ هي سير منك يلا سير منك سير. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم يصبرك يا نفس اللهم يصبرك يا نفس. زين يا ابو سالم انت لازم تعين الشيء اللي تبغاه وتقول ان هذا هو الشيء والمفروض يا ابو سالم. سالمين اسمعني المفروض انك انت تسكت اسمعني الله هداك. خلينا اتكلم. محبوب ابوي يجيب اللي متعود عليه انا اشربه وخلصني. اها وهيش هو هذا اللي متعود عليه؟ قلنا ندوبي. لا اله الا الله. ابوي زنجبيل زنجبيل زنجبيل. سمعته؟ قال لك زنجبيل. رضيت الحين؟ رضيت يا ابوي. انا جايين لك بسالفه يا سالمين ولازم تسمعني ارجوك الله هداك يا اخي. مالك انت؟ يا الله
والله يا انذا الظهر البر ما مسافرني. نعم متى تكبري يا زوينه وشويه تشلي علي شغل البيت؟ لا وبعد ناصر اللي انتهى وما قايل البيت عاد يا ابوي ما رمس عادك. لا وبيجي بعده ما متعشي. لكن عن يكون هو اخر سفر ليله؟ ها والله ولا اعرف. يا الله يا رب يكون تليم قلبه ويأخر عن السفر وما يسافر. والله العظيم يا الله ابوي هذه ما حاله هذه. وما ابغى اشرب داكم هذه الحاله. اوين بعد باغي يسافر ويودرنا وحدنا وهذه الحاله كيف؟ وما ابوي هنا مو تبال ابوك تسال عن محمود. الله يهديك ابوك صار يرمس باربع. تهي اخطف وترقد. والله اخوتك كلهم راقدي وانت قاسم كذاك مساوي الليل. اخ عليك اخ. يا وما ابغى صحه. وابوي عليك المره تقين بشي صحه تموت او نص الليل. حمود مو ذي السنوق يا ابو معك الليله؟ ها يلا سرقد. اخ عليك اخ. الله العظيم تبى الصراحه يا ابو سالم الحاره بدونك ما تسوى. انت صاحب الكلمه المسموعه هنا والناس كلها تحبك وتحترمك. اسمع يا سالمين يا اخوي الامور ما مثل اول. الاوضاع كلها تغيرت حتى الحال تغير. اي بس يا ابو سالم ما دام ان الصحه والعافيه موجودين الحال ما بيتغير. لكن تبى الصراحه انت السبب في اللي انت فيه. نعم سالمين انت طايح حبي. انت السبب انت السبب. خبرني انا سبب في ايش؟ في كرمك الزايد. عساك ما سمعت عن واحد مديون الا وسرت ودفعت عنه. عساك ما شفت واحد مار قدام باب بيتك الا وعزمته. افا عليك يا سالمين بس افا عليك. انت ايش تبغاني انثني عن عاداتي وتقاليدي؟ تبغاني انثني عن عادات اجدادي واهلي الاوليين؟ لا يا سالمين لا. احنا عشنا بخير ولازم نكون مثلهم ونعيش مثلهم ونموت مثلهم. بس ما الى هذا الحد يا ابو سالم. انت كرمك زاد وعدى. ايه اللي انتوا بعدكم انتوا جالسين ما روحتوا البيت؟ كل هالناس روحت وانتوا بعدكم جالسين؟ ان شاء الله ان شاء الله يا محبوب بنصير. توكم ذكرني تصدق يا سالمين انا بعدني للحين ما تعشيت. يا ربي تصدق يا ابو سالم انا لو ساعة ما كليت بالساعة بموت من الجوع. نحن بموت. من كذا غادي ها؟ كيف هذاك مو شفنا من ساعة؟ فال الله ولا فالك يا محبوب. قم 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 سيرك مع الاغراض هذه كلها. يلا قم. اسمعني يا سيدي. تفضل يا ابو سعد. اخوي انا جايينك في موضوع. الموضوع مهم بالنسبه لي انا. سالمين انا مسافر ويمكن ما نلتقي. ما وصيك الا باولادي. اولادي هلا هلا فيهم وامانه امانه تحملها وارجوك رعاهم هلا هلا فيهم. يا ابو سالم يا ابو سالم نحن بعدنا بنلتقي ان شاء الله وبنجي بنودعك واولادك في العين وفوق الراس. احنا بعدنا بنتلاقى وبنجي بنودعك. صحيح وانا بعد. يلا فيكم الخير والبركه. الله يكثر من امثالكم ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يهديك يا ابو سالم. الى انت وهذه يلسة. يا ام سالم يا ام سالم الله هداش. انت تعرف يا اخوي سالمين علامه من يتبطل في الكلام ما يسكت. زين ما يخالف انت تعشيت؟ وهنا تعشى بعدني هنا تعشى. يلا عقب اقرب لك العشاء. يلا سيري. يلا ان شاء هذا انت. هذا انا. مو نسيتني؟ لا ما نسيتك. اسمع شوف لك درب ثاني عن دربك.
كل واحد الحين في درب، خلاص اللي بيني بينك انتهى. احنا شراكة مع بعض ودربنا وحده. دربنا وحده بعد ما خنتني خلتني في الخرابة نايم وشرت. دربنا واحد الحين، يلا يلا يا اخي انسى اللي فات. بعدين فكر بباكر، ناصر مسافر وهذا المكان ملك حالنا. ملكنا ملكي انا وبس، وتفهم هذا الشيء لازم تفهمه، هذا الشيء ملكي انا وبس بيصير. اسمع، لازم توخر عن طريق وتزول، لا تخرب علي وتخرب تفكيري ولا خطط له. يلا